فلا استطعنا أن نقضي على المحاصصة، ولا استطعنا أن نعدل الدستور بالشكل الذي يضمن، ولا استطعنا أن نحقق الرجل المناسب في المكان المناسب، ولم نتمكن بشكل واضح وحقيقي من مكافحة الفساد، بل استشرى الفساد بشكل عجيب غريب. أنصار يزيد وأنصار الحسين مرة أخرى وعلى طول الخط يصطدمون في مواجهة شرسة عنيدة.